السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية نضالية لكل جماهير الأستادية، تحية نضالية لكل المنابر الإعلامية البناءة والتي تغطي هذا الحراك، حراك الشغيلة التعليمية. معكم يوسف عدواد، عضو المجلس الوطني التنسيقية الوطنية لأساتذة زنزانة 10، خريجي السلم التاسع، المناضلة منذ 2019. نحن في سياق النضال وفي سياق الحراك التعليمي الذي تعيشه الساحة التعليمية، نناضل من أجل ملفنا ومن أجل تسوية هذا الملف في شموليته بإنصاف هذه الفئة، فئة أساتذة زنزانة 10 خريجي السلم التاسع، بترقيتهم ترقية استثنائية مع جبر الضرر الإداري والمادي منذ 2019. نقول للحكومة وللوزارة المعنية بالقطاع، نحن نحتج لا لأجل احتجاج وإنما لأجل الوصول إلى حلول جذرية في قطاع التعليم لفك هذا الاحتقان. الإصلاح الحقيقي ينطلق من القاعدة، والإصلاح في هذا الإطار الذي جاء به النظام الأساسي الجديد لم يكن في هذا السياق، لأنه انطلق من مقاربات ومن موازنات لا تخضع للمنطق التربوي ولا تخضع للمنطق البيداغوجي، وإنما مقاربات وموازنات مالية تحت هذا الضغط أصدرت الحكومة والوزارة هذا النظام الأساسي التراجعي، وهذا ما أسفر على الاحتقان والرفض القاطع للشغيلة التعليمية لهذا النظام الأساسي. نحتج الآن لأن هذا التمطيط وهذا التسويف الذي عايناه لأكثر من شهرين لا يصب في مصلحة المدرسة العمومية ولا يصب في مصلحة تلامذتنا. لسنا نحتج من أجل احتجاج، وإنما نحتج لأن هذه الوزارة وهذه الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها التاريخية، ولم تصفر نتائج الحوار الذي فقدت الشغيلة التعليمية فيه الثقة منذ أكثر من شهرين، لأن سنتين من الحوار لم تعطي نتيجة سوى ذلك النظام، وخرج مجموعة من الفرقاء الاجتماعيين من كتاب النقابات وأكدوا بأن الوزارة خرجت بهذا النظام بشكل انفرادي، وهنا فقدت الثقة ما بين الشغيلة التعليمية وما بين الحوار في أشقيه بين الحكومة والنقابات. إذن أين هي هذه الثقة التي ستعيدنا إلى الساحة وإلى أقسامنا؟ لا يمكن أن نعود إلا بضمانات حقيقية وتلبية المطالب الأساسية للشغيلة التعليمية في إطار الإنصاف والعدالة الأجرية، بالزيادة فعلية في الأجور كما وعدت الحكومة في برنامجها الانتخابي، ويجب أن تشمل الجماهير الأستاذية بالأساس لأنها هي القاطرة الأساسية لأي إصلاح في قطاع التعليم، وكذلك سحب هذا النظام وتعديله وإعادة صياغته بما يضمن الإصلاح الحقيقي وجميع حقوق الشغيلة التعليمية وتصفية وتشوية الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف التعاقد وملف الأكثر ضررا وملف زنزانة 10 خريجي السلم التاسع وباقي الملفات دون أن أجردها، ولكن يجب أن يكون هذا بمقاربة اجتماعية وبمقاربة حقيقية تعتمد وتنطلق من الأساس على إصلاح المدرسة العمومية والقطع مع السياسات الارتجالية وسياسات الترقية التي سبقت في عقدين من الزمن وكان في هذا الرمال العام بشكل ليس له نظير، ولا نريد أن تكرر هذه التجربة ونعود ونكرر السلسلة منذ البداية. لا ثم لا، الشغيلة التعليمية واعية بهذا المنطق وترفض أن يكون بلدنا ضحية إلى سياسات غير واقعية وتنطلق من منطلق خاطئ. إلى أن يتم هذا فالشغيلة التعليمية ستبقى في الميدان إلى أن يتم الخروج بحل جذري لهاته الملفات، وعلى رأسها الملفات المطلبية العامة لكل فئات الشغيلة التعليمية. قلت في السابق أن الحوار مفقود فيه الأمل، لابد أن تكون هناك قرارات واضحة ويجب أن تصدر في ليس في بلاغات صحفية، نحن نتكلم مع الصحافة، نتعامل مع الإدارة، والإدارة نحن الآن داخل هذا النظام الذي يقول يسحب لا زالت مذكرات تصدر ومرجعها هو هذا النظام. إذن كيف تقول بأن النظام مجمد وهو لا زال يفعل ولا زالت المذكرات التنظيمية تخرج ومرجعها هذا النظام؟ إذن النظام حقيقة ليس مجمدا، وإنما هناك بعض الركود وليس هناك تجميد. إذن هذا الحوار ماذا يجب أن ينتج عنه؟ يجب قرارات، وقرارات يجب أن تصدر منا الإدارة ومن الحكومة، ويجب أن تسفرها في مراسيم أو في قرارات وأن تصدرها ليس فقط في بلاغات صحفية، لأن لا نتكلم مع الصحافة. وقلت في السابق أن الثقة باتت مفقودة، وعلى الحكومة أن تبني حسن نيتها والوزارة أن تبني حسن نيتها حتى تعود الثقة بين الشغيلة التعليمية وبين الإطارات النقابية والحكومة كذلك، لكي تعم هذه الأجواء ديال الثقة ويمكن أن نعود حينها إلى الأقسام ونقول لها لسنا من أجل احتجاج فقط، وإنما نحتاج إلى أن يكون هناك موقف واضح وصريح وليس موقفا تضليليا
المنابر الإعلامية والخرجات الإعلامية التي بدأت تروج لمغالطات نقول لها كفى ثم كفى، لا يمكن أن يكون المغرب الألفية الثالثة بهذا الشكل. الأساتذة هم من يوعون، الأساتذة هم من يطرحون، ونحن نأتي نعطي درسا الآن، درسا في العدالة، درسا في الكرامة، ودرسا في الحقوق كذلك. لا نريد أن نتجاوز حدود الحدود التي يرسمها لنا الدستور في إطار خارج على الواقع، لا يمكن أن نقبل هذا. تحية نضالية للجميع والسلام عليكم.